مكرونة الشوكولا، الأدوات: كيس تزيين، المقادير: للمكرون 350 غرام أو 3 أكواب سكر بودرة، 250 غرام أو 2.5 كوب لوز مطحون ناعما جدا، 215 غرام بياض بيض بين 6 إلى 7 بياض بيض في درجة حرارة الغرفة، 150 غرام أو 1/3 كوب سكر كاستر، 3 ملاعق طعام بودرة الكاكاو غير محلات لغاناش الشوكولا، 220 غرام شوكولا غامقة، 60% كاكاو، 250 ملل أو كوب كريمة مضاعفة الدسم، 4 ملاعق طعام زبدة. طريقة التحضير: لغاناش الشوكولا نفرم الشوكولا ونضعها في وعاء، نسخن الكريمة في طنجرة حتى تبدأ بالغليان، ثم نسكبها فوق الشوكولا ونحرك بلطف حتى تذوب الشوكولا. ندع المزيج يبرد لدقيقة ونضيف إليه ملعقة طعام زبدة مع التحريك حتى تذوب، ثم نضيف الملعقة الثانية وهكذا. نغطي الوعاء ونترك المزيج يبرد لمدة ساعة في البراد. للمكرون نخلط السكر البودرة مع اللوز المطحون وبودرة الكاكاو وننخلها معا، نخفق بياض البيض والليمون حتى تعلوه رغوة، ثم نضيف تدريجيا السكر الكاستر ونتابع الخفق حتى يتماسك المزيج تماما. بالتدريج نقوم بإضافة مزيج السكر واللوز والكاكاو إلى مزيج بياض البيض مع التقليب باستخدام ملعقة بلاستيكية مسطحة. يجب الحرص على أن تختلط المكونات جيدا ويتجانس المزيج دون أن يبقى فيه كتل أو مكونات جافة. في هذه المرحلة يحتاج المزيج إلى عملية تنعيم تسمى مكروناج، وتتم عبر تقليب المكونات بحيث يتم رفع الخليط من الأسفل وقلبه إلى الأعلى عدة مرات. يجب أن لا يكون المزيج شديد التماسك ولا سائلا، بل يكون متجانسا وسلسا، بحيث إذا رفعنا ملعقة مليئة من المزيج ينساب منها ببطء. نضع مزيج المكرون في كيس قمح تزيين ونضغط على الكيس لتشكيل قطع بشكل دوائر صغيرة في صينية فرن مبطنة بورق فرن. يجب أن يكون قطر القطعة بحدود 3 سنتيمتر ونحرص على ترك مسافة 3 سنتيمتر بين القطع. نترك قطع المكرون ترتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة حتى تتشكل طبقة رقيقة على سطحها، فنخبزها لمدة 12 إلى 15 دقيقة في فرن مسخن مسبقا إلى الدرجة 160 مئوية. ندع المكرون يبرد قبل حشوه بقناش الشوكولا. تجهيز المكرون: نقلب نصف قطع المكرون رأسا على عقب، نسكب قناش الشوكولا في كيس التزيين ونوزعه على القطع المقلوبة، ثم نغطيها بالقطع المتبقية مع الضغط عليها قليلا حتى يتمدد القناش تحتها. نضع المكرون في البراد لمدة 48 ساعة قبل تقديمها.